التدريب اليومي أمر خطر في بالي منذ مدة طويلة. سنشعل حريقا عند الطابق الأرضي من برج التدريب لننقذ شخصا علق في الطابق الأخير. وبصفة القائد فأنا سأختار سامي ليكون قائد فريق الإنقاذ، وأماني ستكون مساعدة له. أمرك سيدي. وأنا ماذا سأكون يا سيدي؟ أوه لا، لن أكون من سيتم إنقاذه، أليس كذلك؟ أتمنى. لا يا أيمن، ستكون مساعد سامي، كلكم ستنقذون دولي. الدمية التي نستخدمها للتدرب على عمليات الإنقاذ وبشعر مستعار، لم نوفر أي رفقات. أنا الأبرع في الاختباء في مدينة الأحلام. مستحيل، عندما أختبئ أصبح غير مرئية. لا أبدا. الحقيقة أنكما بارعان في الاختباء بشكل متساوٍ، لذا هل توقفتما عن الجدال؟ عرفت، لما لا نلجأ للتحدي؟ سوف نرى من الأفضل في الاختباء. ماذا؟ نعم، سارة وفارس سوف يبحثان عنا. موافقة. سيفوز المختبئ الأفضل وهو أنا. هيا. لا تختبئا في أي مكان خطير، فهمتما؟ واحد، اثنان، ثلاثة. أظن هذا كافيا سامي. أتعتقد أن علي جعل دولي تبدو وكأنها تلوح يا سامي؟ قد يبدو الأمر مثيرا جدا. افعل ما يحلو لك يا أيمن. يا له من مكان رائع للاختباء في القارب. أنا أحب الاختباء مثلك يا فارس، ولكن محسن وفاتن يبالغاني كثيرا. ماذا تعنين؟ أتذكر عندما اختبأ محسن قرب مركز الإنقاذ ظل مفقودا ليوم كامل، اضطر فهد للذهاب والبحث عنه. هيا بنا لنذهب ونبحث على رصيف الميناء. سأجد مكان اختباء أفضل بكثير هذه المرة. هل وجدتهما؟ لا. انظرا، ألا تبدو جميلة كاللوحة؟ أظن أنك تستلطف الدمية. نحن جاهزون، حان وقت شرب الشاي. هذا ما أسميه مكانا جيدا للاختباء. الأمر لن نجدهما أبدا. نعم، لقد بحثنا في كل مكان. انظري، خرج أبي للصيد. صحيح، أبي مرحبا. مضحك، آمل أن لا يكون مشمش قد نام تحت شباك صيد السرطانات. ماذا لدينا هنا؟ متسللة؟ فارس، أعتقد أني وجدت فاتن. نعم، أبي وجدها، انظر. أنت محقة. مهلا، لماذا تميل فوق جانب القارب؟ إنها لا تبدو مقزز. ما كان يجب أن تختبئي في القارب أبدا، من الخطر أن تركبي قاربا دون وضع سترة. ماذا سيحدث لو أنك وقعت؟ أنا آسفة جدا، عليك أن تلعبي في مكان أقل خطورة. سأفعل، أعدك. وجدناك. شكرا سارة. يبدو أن محسن هو من فاز بمسابقة الاختباء. من الأفضل أن نخبره. أرجو أن يكون قد اختبأ في مكان أكثر أمنا من قاربي. هاي، هل رأيتم محسن؟ كان من المفترض أن يعود إلى البيت ليتناول غداءه، الخبز والسمك. إننا نبحث عنه أيضا، إننا نلعب لعبة الاختباء. أوه، لم يتعرض لمشكلة صحية. إنه مختبئ، متأكدة من أنه بخير. ربما كان حدس الأم، أظن أنه في خطر، سأطلب المساعدة في الحل. لا تظنني أنه في مشكلة، صحيح؟
أن يسير التدريب على خير. دولي تعتمد علينا. إنها في أيد أمينة. لم يعد محسن غانم لتناول طعامه، يختبئ في مكان ما في المدينة. يجب أن نتصل بفهد يا سيدي، يستطيع الرؤية لأميال من مروحيته. فكرة جيدة سامي، وهذا يعني أن التدريب يمكن أن يستمر كما خططنا له. حسنا فاتن، هل هناك مكان لم تبحثوا فيه؟ في قسم الإطفاء. لا أظن أن محسن سيختبئ هناك. سنتفقده في كل الأحوال. إذن أنت لا تتكلمين. إنه صوت مروحية فهد. أتساءل ما هي الحالة الطارئة. هناك حريق ما، أنا أشم الرائحة. حسنا سيدي، الحريق جاهز، يمكنك بدء التدريب. أوه رائع، حسنا حان وقت إطلاق الإنذار. حسنا لنبدأ العمل. لدينا حريق في برج التدريب، الحريق حاصر شخصا في الطابق العلوي. سنحتاج إلى جوبيتر وفينوس في المهمة. حظا موفقا لكم. سوف نخرجك بسرعة. لنقم بجولة فوق الشاطئ. انتظر. لا، انظر إلى برج التدريب، إنه محسن. من فهد إلى طاقم جوبيتر، انظر إلى أعلى البرج يا سامي. إنه محسن غانم، ماذا يفعل هناك؟ أنشتا. أيمن، امنع الحريق من الانتشار. أماني، ثبت السيارة وارفع السلم. لا تخف يا محسن، سامي قادم لإنقاذك. أوه، ألم أقل لكم، كنت واثقة بأنه في خطر. بسرعة يا سامي، أخرجني من هنا. بسكويت المربى. هل الفوز في لعبة الاختباء أهم من سلامتك يا محسن غانم؟ أخبرني الحقيقة. لا يا رئيس قسم الإطفاء، كان علينا أن نفكر قبل أن نختبئ. لكنني رسميا أبرع مختبئ في مدينة الأحلام. حسنا، أقترح أن تختبئ في بيتك. هل سمعت؟ سمعت؟ نعم، يمكنك الاحتفال بأكل طبق السمك البارد عقابا لك، سمعت؟ حسنا أمي. ما الأمر أيمن؟ نعم، قمنا بعمل رائع. دل المسكينة لم تنجو. الحقيقة أن محسن لم يكن الوحيد الذي حملته من البرج المحترق. انظر خلفك. دل، أنت بأمان. أنت بطل حقيقي يا سامي. هذا ما دربنا على فعله.